انا البرنامج الانتخابي بوجه عام احنا هنتطرق لكذا حاجه، النشاط الرياضي، النشاط الاجتماعي، برنامج خاص بمجال العمل بتاعي. عايزين نخلي النادي يدخل مع سياسة الدولة في التحول الرقمي والديجيتال بالنسبة للنادي. عايزين نخلي أعضاء النادي كل عضو بيبقى ليه كود معين بجانب رقم عضويته. الكود دوت يقدر يتحل بيه حاجات كتيرة قوي، يقدر يعمل بيه عضو، يجدد بيه عضويته على النت، يعمل بيه أي تعامل بيننا وبين النادي. عايزين نضيف في النادي حاجات كتيرة قوي، عايزين نخلي الواي فاي والنت متوفر للنادي كله. في المجالس الحالية عملت إضافات في النادي، احنا جايين إن شاء الله عايزين نكمل الحاجات ديت ونطورها ونشتغل عليها. عايزين نعمل النشاط الرياضي، عايزين نشتغل على الملاعب، ملاعب محتاجة شغل كبير، تجديد كامل. الأعضاء الرياضيين عايزين نركز على الأعضاء الرياضيين المميزين اللي هم يستاهلوا يكونوا أعضاء رياضيين موجودين في النادي. المفروض العضوية الرياضية ديت دي غير العضوية العاملة، فالمفروض العضو الرياضي دوت يكون عضو مميز، مميز جدا. فلازم نراجع الموضوع دوت، مفيش مجال للمجاملات. عضو رياضي يعني ده هيضيف للنادي، هيعمل ميزة للنادي، وهو دوت اللي هياخد العضوية الرياضية. بجانب بقى نشتغل على المدربين، المدرب ده لازم يكون مدرب على أعلى مستوى، وخصوصا تحتيها خطين، المدرب اللي بيشتغل مع البراعم والناشئين. احنا لازم نطلع جيل كامل من أعضاء النادي الرياضيين المميزين اللي نقدر يلعبوا في الفرق الرياضية الأولى، ونقدر نبيع منهم للنوادي التانية ويدخلوا دخل مناسب وكويس. بنحاول نعمل شراكة بين النادي بتاعنا وبين الأندية الأخرى، نفيد ونستفيد، تبادل مشترك بيننا وبين بعض، تدريبات، ماتشات، إقامة، رحلات، الكلام ده كله بين الفرق بينها وبين بعض. ده أنا شايفه في النشاط الرياضي. النشاط الاجتماعي طبعا احنا عايزين نركز على الحفلات، رحلات، الفنادق المميزة اللي تليق باسم نادي الطيران وبعضو نادي الطيران، مش اي اوتيل النادي يطلع الرحلة منه ليه. لازم الاوتيل اللي عضو النادي يروحه يكون يستاهل اسم نادي الطيران ويكون مميز. عشان كده احنا عايزين نركز في الموضوع ده قوي. النشاط الاجتماعي انا شايف ان المجلس الاداره الحالي عمل حفلات للمسنين، انا شايف ان احنا محتاجين شغل اكتر كمان على المسنين. المسنين دولت المفروض يعني من وجهه نظري، اذا كان الجمعيه العموميه هتوافق ومجلس الاداره هيوافق، المفروض يعفوا من الاشتراك يكرموا. يعني المفروض اللي فوق 70 سنه دوت يبقى معفى اللي هو يدفع تجديد الاشتراك السنوي. المفروض اللي فوق 60 سنه على الاقل، على الاقل هنعمل له تخفيض 50% من الاشتراك. المفروض الهانديكاب واسر المعاقين المفروض يعفوا تماما من الاشتراك بغض النظر عن السن. يعني الاسره اللي عندها ولد هانديكاب المفروض تعفى من الاشتراك، يعني مسانده من النادي مع الاسره ديت. بجانب انشطه كتيره محتاجين نشتغل عليها، تسويق، احنا عايزين نعمل تسويق فعال للنادي واللعيبه في النادي، ونشوف ناس رعاه ماديا فقط لا يتدخلوا في فنيات اللعبه،